وطالبات الصف الأول الإعدادي. مرحبا بكم في قناة درس إنجليزي مع مستر عوض ربيع. زي ما وعدناكم في الفيديو السابق اللي إن شاء الله هنبتدي نحل فيه الملزمة المعاصر منزلاها اللي هي Get Ready. زي ما حضراتكم تابعتوني في الحلقة اللي فاتت قلنا لحضراتكم خليكم مستعدين زي الملزمة اللي هي المعاصر منزلها Get Ready، وقلت لحضراتكم في الحلقة السابقة لازم حضرتك وحضرتك ان انت تراجعي اهم النقاط اللي موجودة، واستعرضت مع حضراتكم في الفيديو اللي فات اهم المحتويات اللي موجودة في الملزمة. وقلت لحضراتكم في الفيديو السابق ان شاء الله هسيب لكم في صندوق الوصف الفيديو ده بس بشكل PDF، عبارة عن ملزمة مجانية حضرتك بتفتحها بتلاقي فيها الملف ده عبارة عن PDF بتفتحه وبتراجعه. تمام، وقلت المحتويات اللي موجودة فيه راجع مع حضراتكم تاني بسرعة. عندنا أول حاجة اللي هو مين البرايمري ديكشنري، اللي هو مين قاموس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية. وقلت كمان الجزء الثاني اللي هو البرونانسيشن عملية النطق، وقلنا الجزء الثالث اللي هو اللانجوج أهم مفردات اللغة اللي موجودة في المرحلة الابتدائية، وكمان الجزء الرابع الرايتنج الكتابة وريدنج سكيلز مهارات القراءة والكتابة، وآخر حاجة اسمها سامبل تيستس اللي هي الاختبارات العامة على اللي شرحوا في البارت 1 و 2 و 3 و 4. النهاردة هكمل مع حضراتكم أهم النقاط اللي موجودة على البرايمري ديكشنري اللي هو القاموس اللغة الابتدائية، فخليك معايا للنهاية. زي ما قلت لحضراتكم سابقا ان انت بتراجع الفوكابلري الكلمات اللي موجودة عندك وبتراجع عليها هتلاقيك تماما بشكل كامل ان شاء الله حافظها في المرحلة الابتدائية، هو مجرد بس حضرتك بس ان انت بتراجعها بتتذكرها ان شاء الله بسرعة جدا. معانا بعد ما راجعت الديكشنري بتاعك عندنا المين الاكسرسايزز التمارين اون فوكابلري. ركز معايا كده واحنا بنحل. السؤال بيقول لك تشوز اختار the correct answer الإجابة الصحيحة from A, B, C or D. Number one بيقول not means معناه to like ان انت تحب something شيء ما very much بشكل ايه كثير. They mean hate يكره adore يعشق بشدة adapt يتكيف ويتأقلم allow يسمح. سمع ناس بعد ما هم راجعوا الكلمات قال لي أدور، برافو عليك. بعد كده النقطة اللي بعدها Egypt مصر has a lot of لديها الكثير من wonderful إيه الرائع in the Egyptian museum في المتحف المصري. لديها الكثير من الفاكتس الحقائق أرمز الأزرعة أو الذراع artifacts اللي هي مين القطع الأثرية اللي هي البنشس اللي هي مين يبقى artifacts. بعد كده السؤال اللي بعده يشود ينبغي عليك نقط ويل جيدا when the teacher عندما المدرس explains بيشرح a lesson الدرس. يجب عليك ايه arrive تصل drive تقود try تحاول جيدا ولا behave تتصرف بشكل كويس behave. بعد كده you not is a gentle wind رياح خفيفة جدا رقيقة in spring في فصل الربيع. ده مين برد اللي هي اللحية بريد الخبز كلمة بريز ده النفس بريز ده النسيم بريز. بعد كده I know أنا أعرف the date التاريخ of the day اليوم when I look عندما أنظر إلى the night candle الشمعة caravan قافلة calendar ده التقويم cage يعني القفص يبقى calendar. ده بالنسبة للمجموعة الأولى. أما بالنسبة للمجموعة الثانية فيها أول نقطة حبيبة مرزوق is one of the popular واحدة من المحبوب in Egypt في مصر. Athletes الرياضيين
criminals المجرمين avenues branches تبقى aslets. بعد كده in autumns في فصول الخريف a lot of الكثير من leaves أوراق الشجر fall from بتسقط من not of trees للأشجار subjects المواد الدراسية branches اللي هي فروع الشجر stems اللي هو الساق roots اللي هو الجذور يبقى سمع ناس بتقول branches برافو. بعد كده you have hurt your heart انت أصبت أو جرحت مين أرم زراعك you need محتاج a plaster and the knot breeze نسيم pencil قلم رصاص bandage اللي هي الضمادة رابر المطاط يبقى bandage. بعد كده England إنجلترا France فرنسا and Germany وألمانيا are not countries دول إيه advanced متميزة new جديدة ugly قبيحة annoyed متضايقة advanced. النقطة الأخيرة في المجموعة رقم B a lot of الكثير من البيز النحل are not around the flower حول الوردة أو الزهرة baking يعبق driving يقود buzzing اللي هو النطل بتاع مين البيز النحل acting اللي هو يمثل يبقى buzzing. المجموعة الثالثة اللي هي C number one ancient Egyptian قدماء المصريين kings من الملوك بتاعها were not in tombs في المقابر like مثل pyramids الأهرامات preserved قدمة preserved حافظة cured دفنة smashed حطمة يبقى cured. رقم 2 سامح and his wife وزوجته work يعملوا as not in the hotel في الفندق caretakers ولا thieves ولا tourists ولا businessmen يبقى نستخدم كلمة caretakers اللي هو المقدم الرعاية أما thieves اللصوص. بعد كده we not festivals المهرجانات like مثل عيد الفطر and Christmas Eve in Egypt climb يتسلق celebrate يحتفل cause يسبب carf يعني ينحت يبقى celebrate. بعد كده the word الكلمة not has لديها a similar meaning نفس المعنى to the word كلمة difficult يبقى عايز كلمة difficult بتساوي بتاعها ايه color اللي هي جاي من كلمة color رئيس الشعب المرجانية ولا colorful غني بالألوان ولا comfortable مريح ولا كلمة complicated معقد يعني صعب يبقى complicated. بعد كده النقطة الأخيرة في المجموعة C not is a kind نوع من ال weapons الأسلحة use بستخدم in the past في الماضي كلمة degree يعني درجة decoration التزيين dagger اللي هو المين الخنجر design يصمم يبقى dagger. المجموعة رقم دي in the evening في المساء I'd like and I would to not with my friends مع أصدقائي on social media على مواقع التواصل الاجتماعي collect يجمع chat يدردش complete يكمل concentrate يعني يركز يبقى chat يدردش. بعد كده رقم 2 رقية is not she wants you to read to know تعرف more information المزيد من المعلومات about everything عن كل شيء يبقى cactus يعني عندها فضول crowded مزدحم ومكتظ challenged متحدي caring يهتم يبقى نستخدم كلمة curious. curious زي ما انا قلت لحضراتكم شوية اللي هي بمعنى فضولي. بعد كده not is the cleanest يعني cleanest الأقصى نظافة type نوع of tourism من السياحة يعني نوع نظيف من السياحة يبقى أنا سامع ناس بتتكلم بتقول ecosystem لا طبعا ecosystem ده النظام البيئي يبقى ecotourism السياحة البيئية. بعد كده معانا السؤال رقم 4 I live بعيش on the 10th floor في الطابق العاشر so I always دائما take بأخذ elevator المصعد
ولا الكتريك باص الاتوبيس الكهربي، ولا انجن المحرك، ولا اكويبمنت معدات اليفيتر. بعد كده النقطة الأخيرة، ماركو بولو اللي فاكر من سنة 6، ماركو بولو was an Italian، كان إيه؟ إيطالي. ساينتست عالم، ولا اكسبلورر مستكشف، ولا ديسكفرر المستكشف يعني يستكشف، جاي من فعل كلمة ديسكفر يكتشف، ولا انفنتور مخترع اكسبلورر. بعد كده المجموعة E، the word كلمة stupid يعني stupid غبي، and do not have the same meaning، يبقى هو عايز يساوي كلمة stupid غبي، foolish غبي وأحمق، foreign أجنبي، guest ضيف، guide مرشد، يبقى foolish. بعد كده most animals معظم الحيوانات، in the wild في البرية، have لديها holders، harness، holes، handles، handles اللي هو المضبط، holes دي الفتحات، harness اللي هي القرون، قرون الحيوانات، ودي الإجابة بتاعتنا. وين بلانتس عندما النباتات grow بتنمو well جيدا، farmers الفلاحون not them بيعملوا ايه فيها؟ hide بيختبئ، harm يضر، harvest يحصد، hang يعلق، يبقى harvest. بعد كده not is a healthy vegetable، نوع من الخضروات الصحية، البيتزا، ولا الفيش السمك، ولا اللاتس اللي هو الخس، ولا رايس اورز لاتس. النقطة الأخيرة expensive shoes الحذاء الغالي الثمن، are made of مصنوع من ال weather الطقس، leather الجلد، skin skin اللي هو جلد الإنسان، تمام. يبقى دي كلمة، ها هو بيتكلم على expensive shoes الحذاء الغالي الثمن بيصنع من مين؟ الليزر اللي هي الجلد المصنوع. بعد كده المجموعة F، not feed بيطعم their babies اللي هو مين؟ البيبيز اللي هي الأطفال الرضع، on milk باللبن، فش السمك، mammals اللي هي الثدييات، reptiles الزواحف، insects الحشرات، من التعريف اللي احنا قلناه من شوية الثدييات. بعد كده the blue whale الحوت الأزرق، is the biggest هو الأضخم animal حيوان، marine حيوان بحري، land أرضي، مض طين، ونستر وحش، يبقى أضخم الوحوش ولا المارين، marine animals الحيوانات البحرية. 3 last week الأسبوع الماضي there was a power كان في أي قوة أو سلطة، not so I couldn't use مش هعرف أستخدم my tablet التابلت بتاعي، قط قط، هط كوخ، بضل بركة مياه، ريسيبي يعني وصفة، يبقى كان في I couldn't use my tablet مش هتعرف استخدم التابلت بتاعي، يبقى كان في باور قط قطع كهربي. بعد كده not is connected بيتعلق ب او بيربط مين؟ البيبس المواسير، to get water لكي يحصل على ماء، from faucets من اللي هي صنبور المياه، carpenter النجار، plumber السباك، farmer الفلاح، author المؤلف، plumber. آخر نقطة في المجموعة اللي معانا، solar energy الطاقة الشمسية، is the most هي أفضل form وسيلة أو شكل of energy للطاقة، non-renewable الطاقة الغير متجددة، polluted الملوثة، renewable المتجددة، ugly القبيحة، يبقى renewable.